وايضا بينضم لنا احد ابطال العمل بالجزء الثاني الممثل اللبناني طوني عيسى. مساء الخير لك. مساء النور، كيفكم؟ خبرنا شوي طوني عن هذا العمل، عن هذا الخلطه يمكن فينا نقول التي تحاكي يمكن قضيه المقاومه، والمسلسل في الجزء الثاني سيعرض بدا اكيد بالحلقه الاولى يبدا الليله تزامنا مع هذا الحفل عبر قناه المنى. اولا بدي اقول رمضان كريم وينعاد على الطوائف الاسلاميه كلها. بدي اقول انه مسلسل غالبون بجزء الاول تبعته كان كتير شدكم لقلو، الجزء الثاني طبعا رح يكون احلى واحلى، وبعتقد حيكون في مفاجآت كتير كبيره للعالم ما حيكونوا متصورينها، ان كان على صعيد الاخراج او على صعيد التمثيل او على صعيد السبيشال افكتس اللي حتكون بالمسلسل، كان من تفجير او اقتحامات معارك مع ممثلين 80 ممثل جديد اللي شاركوا بهالمسلسل. فبدي اقول انا انه دور علي بلال كمان حيكمل بقوه وحيكون عنده ظهور مش عاطل كثير منيح، لكن مش بكبر الجزء الاول لانه بتعرف متفرع المسلسل، هذا الجزء في عنده كذا فرع وكذا قصه بفرد قصه عم بحاكي امور بتتعلق بالمقاومه من سنة 86 ل 92، وراح نشوف امور كثيره مرقت على لبنان نحن ما كنا نعرفها راح نعرفها بهذا الجزء. رأيك انه هناك ايضا مشاركين بالعمل يمكن ممثلين جديد انضموا للجزء الثاني وعدد كبير؟ صحيح، في كثير عدد كبير من الممثلين، ما راح اذكر اسماء لانه بخاف انسى، وكل واحد في عنده دوره وكل واحد عنده شخصيه وكل واحد شاغل على شخصيته لانجاح العمل. خبرنا عن اعمال اخرى عم تحضر لاعمال دراميه بعيدا عن الغالب. اوكي، عندي مسلسل عندما يبكي التراب حينزل مع استاذ علان زغوط. مزبوط. عندي مسلسل رابع العدويه، مسلسل سوري عم يتم تصويره بسوريا وبمصر، هلا منتقلين على مصر لنكمل. عندي فيلم سينما مع عادل سرحان اسمه مع باسم، عندي فيلم اسمه الي الي، فيلم سينما كثير حلو وكثير حيجذب العالم، هو لعادل سرحان، تصويره رح يكون بين امريكا ولبنان، والحمد لله يعني الشغل كثير منيح والى الامام ان شاء الله، الى الامام سر. بدك تعايد اكيد كل مشاهدينا مشاهدي ميوزك نيشن بمناسبه شهر رمضان. كل مشاهدين ميوزك نيشن بدي اقول لكم ينعاد عليكم بشهر رمضان الكريم، ان شاء الله بنكون عند حسن ظنكم بهذا الجزء وبهالشهر الفضيل، وان شاء الله بقدم لكم اعمال جديده بتكون على قد المستوى لانكم انتم احلى عالم بالعالم وبتستاهلوا كل شيء حلو. ثانك يو ميوزك نيشن، وان وورلد.